سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذاتك يا من لا شبيه له، سبحان من خلق الحياة، سبحان من كتب الممات، سبحان من فلق النوى. هو الله. سبحان من رفع السماء، سبحان من نشر الضياء، سبحان من قبل الدعاء. هو الله. سبحان من خلق الزمان، سبحان من خلق المكان، سبحان من خلق العباد. هو الله رب الوجود ولا معبود إلا أهل الجنة يتفاوتون في المنازل والدرجات بحسب أعمالهم، حتى إن أهل درجات العلا يراهم من هم أسفل منهم، كما نرى الكواكب البعيدة في السماء الدنيا. يقول الهادي البشير: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بي وصدقوا المرسلين. مولاي حبك زاهي ومؤنسي في سهادي، يراك يا اللهم. إنا نسألك في هذا الصباح إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اهد أبناءنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها، لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت.